مرحبا أصدقائي متابعين قناة العربية للشطرنج، كيف الحال؟ إن شاء الله الجميع بخير. اليوم معنا جيم من جيمات السلسلة الذهبية، وهاي جيمات السلسلة الذهبية هي عبارة عن جيمات انتقاها نقاد الشطرنج وحطوها بجروب سموه The Golden Games. هم 18 جيم، احنا بالجيم العاشر. بالأبيض معنا إفم كورتشمار. إفم كورتشمار هو لاعب جورجي، طبعا جراند ماستر جورجي فيما بعد أصبح مدرب، وهو من الأسامي العريقة في تاريخ الشطرنج. إفم كورتشمار، وفي كمان واحد اسمه إفم بولورغوف أعتقد، مش متأكد من اسمه، سوري يوغوسلافي. الاثنين عندهم جيمات خرافية. هنا بيلعب بالأسود لاعب اسمه بولياك. لاعب اسمه بولياك بعرفش عنه غير معلومتين، إنه هو روسي كان يلعب أيام الاتحاد السوفيتي، وهو شارك في بطولة روسيا وبطولة بيتسبرغ بال64. جيمات أنا ما شفتلوش غير هذا الجيم، فيما بعد ممكن أشوف له كمان جيمات إذا أنا حبيت طريقة لعبه. على كل أحوال، أنا قبل ما أبلش هذا الجيم بنوه لشغلة صغيرة. طبعا الصديق علي والحبيب والأخ والعزيز نزل اليوم فيديو عنده على قناته اسمه الرد على الصديق فراميس. احترم وجهة نظره تماما وما عنديش اي مشكلة مع يعني مع ايش حكاه هو بالفيديو. هو متمسك بنظريته ومتمسك برأيه، وانا متمسك برأيي ومتمسك بنظريتي، ولكن المشكلة الصغيرة بالمتابعين، انه في بعض المتابعين على قناة علي المؤمني كان يكتبوا تعليقات مخلة بالادب. على كل احوال في قناتنا احنا ما اعتقدش انا عمري شفت واحد كتب زي هيك، او اذا في واحد كتب انا كنت اشيله او امحيه او اعمل بلوك او اكتب له يعني لو سمحت انه ما تسيء الادب مع فلان او علنتان او يعني الامور هاي. النقاش بين الشطرنجيين نقاش حلو كثير. ليش؟ لانك انت قاعد تناقش مع واحد فهمان. لو انا عندي قناة كرة قدم وعلي المومني عنده قناة كرة قدم، زمان طخينا بعض، لأنه متابعين كرة القدم المجانين بتلاقيهم دائما عندهم تزمت وعندهم أجريسيف وعندهم مشاكل وعندهم عنف و... يعني بتشوفوا كيف بعد المباريات في 4 قتلى و90 جريح و... فما عمري شفت مباراة شطرنج انتهت و... والمشجعين ضربوا بعض عليها. فعلى كل الأحوال دائما لما أنت ترفع مستواك بالشطرنج لازم أنت كمان ترتفع مع مستوى أخلاقك، عشان انت تدمج بين الثنتين، الرياضة فن واخلاق وذوق، وهذا الاشي بيجتمع في لعب الشطرنج من غير كل الرياضات الاخرى حقيقة. فتحية للصديق علي المومني، ونقول له وجهة نظرك بالنسبة لك صحيحة واحنا ما بنعترض عليها، واكيد كل واحد له رأيه الشخصي. وبالنسبة للمتابعين، اذا انتوا علقتوا على اي فيديو من فيديوهات هاي القناة او فيديوهات في قنوات ثانية، فحاول دائما وابدا انك تناقش هذا التعليق بينك وبين نفسك قبل ما تكتبه، وتشوف انه خالي من البلندرات، اكتبه او احكي. نبلش كيفنا. E4 انلعبت من الابيض، رد عليه الاسود E5، نايت على F3، نايت على C6. اللعبة بطريقها الى الاسبانيش اوبنينج، بيشوب على B5 وهي كمعانا الافتتاح الاسباني. في قديم الزمان أو في على زمانهم حتى كانوا يلعبوا في هذيك الأيام أكثر إشي البيشوب أوبنينج، اللي هي بيشوب على C4. اليوم معنا البيشوب على B5 اللي افتتح الإسباني، اللي اخترعه أو لعبه أو كان يلعبه أكثر واحد، وهو اللي عدل عليه أو اخترعه خلينا نقول أو سواه، اللي هو الكاهن الإسباني روي لوبيز. روي لوبيز هو كاهن إسباني، من أحد قصصه انه كان يفوت معاه رقعة الشطرنج على الكنيسة، وكانوا يقعدوا يلعبوا شطرنج مع التلاميذ تعونه. ففاتوا اساتذة الدين قالوا له يا عمي انت هنا في الكنيسة عشان تعلم دين ولا عشان تعلمهم شطرنج؟ يعني مش فاهمين احنا. فمنعوه يفوت الرقعة معاه على الكنيسة. فكان راي لوبيز هو اول انسان بيرسم رقعة شطرنج على جلد الغزال وبطويها وبحطها في جيبته، ومن هنا طلعت فكرة الشطرنج القابلة للانطواء من وراء راي لوبيز. نشكر راي لوبيز في قبره على هذه الاختراع. بون على D6، بون على D4،
بيشوب على الدي 7 بنفك الربط، نايت على السي 3 وهنا نايت على الاف 6 وهي كمان شتينتس ديفنس. تبيت من الابيض نايت تيكس بون على الدي 4 واول شيء هنا بعمله لازم اخذ البيشوب. بيشوب تيكس على الدي 7 تشيك، كوين تيكس بيشوب، نايت تيكس نايت، بون تيكس نايت، كوين تيكس بون. بيشوب على الاي 7 طبعا قبل نقلة البيشوب على الاي 7 كوين تيكس بون كانت اخر نقلة بنقلات الكتاب. هلا بلش عنا هنا بيشوب على الاي 7 روك على الدي 1 تبيت من الاسود بون على الاي 5 طبعا بون تيكس بون نقلة ان ريكومندد نقلة غير محبدة. ليش؟ لانك تخسر قطعة بكل بساطة. على سبيل المثال بون تيكس بون، كوين تيكس كوين، نايت تيكس كوين، روك تيكس نايت. وتفضل كيف صار وضع الاسود. نرجع لجيمنا. هنا الاسود لعب نايت على الاي 8 بيشوب على الاف 4 بون على الاي 5 والله الاسود شكله بيلعب دفاع حلو. روك على الدي 3 روك ليفت، روك على الاي 6 روك على الاي 1 كوين على الاف 5 نايت على الدي 5 طالبين البيشوب زائد فورك للكوين. عشان هيك البيشوب رجع على الدي 8 وهنا بون تيكس بون نايت تيكس على الدي 6 طبعا اكيد انا راح اخذ بالنايت لانه اذا انا باخذ بالبون بخرب شكل البيادق وبصير عندي بيدق معزول زائد انه انت قاعد تلعب بالاسود دفاع فاكيد تاخذ بالنايت افضل. روك على الجي 3 بون على الاف 6 طبعا روك على الجي 3 مش طالبين ولا اشي غير تشيك ميت على عمود الجي. عشان هيك هو بون على الاف 6 لعبها وهيك حمل تشيك ميت. بيشوب على الاتش 6 مهددين ناخد البون بالقلعة مع تشيك. عشان هيك لعب هو الروك على الاف 7 هنا لعب الاسود سوري لعب الابيض نقلة رهيبة قلبت موازين الرقعة. شو تتوقع النقلة اللي لعبها الابيض؟ طبعا ممكن تطول وانت تتوقع فيها لانه بدها تحليلات هاي. هون الابيض راح لعب نايت على البي 4 بون تيكس نايت. شو سبب التضحية هاي يا اخي؟ يعني مش مبين لها هيك كنظرة اولى بتلاقي انه مش مبين لها اشي. يعني السبب انه انا بدي المربع هذا، بدي مربع الاي 8. مين اللي بيحمي مربع الاي 8؟ الهوسان. فاحنا لازم نشيل الهوسان. كيف بدنا نشيل الهوسان؟ هنا راح قال له كوين تيكس نايت على الدي 6 صفن صاحبنا. طبعا اكيد انت بتقدر تاخذ بالبون ولكن شو بصير بعديها؟ خلينا نشوف. لو قلنا مثلا على سبيل المثال بون تيكس كوين، مش هذا اللي بدك اياه؟ روك على الاي 8 تشيك. شو بدك تعمل هسه؟ فيش غيرها. روك على الاف 8 بدك تحمل مات. روك تيكس على الجي 7 تشيك. طبعا الملك ملوش غير يروح على مربع الاتش 8 هذا اذا ما سلمش. روك على الاف 8 تشيك ميت. تمام نرجع ونشوف شو بصير اذا احنا اخذنا مثلا اذا اخذ بالروك على سبيل المثال. يعني مثلا روك تيكس على الدي 7 نفس الموضوع خلاص انت فضت لي هذا المربع شكرا لك. روك على الاي 8 تشيك شو بدي اسوي؟ نفس الموضوع بده يطلع بالروك. هون انا بخبط البون مع التشيك بده يرجع بدي اخذ مع التشيك وهون روح الاسود. في عنده شيء ثاني اسويه؟ يعني خلينا نقول مثلا بدي اغطي بالبيشوب ما استفدناش. روك تيكس بيشوب روك تيكس روك كوين تيكس روك وشو عنا ضايل؟
يعني في عندك تشيك ميت على الطريق، يعني ما فيش عندك إشي كثير تعمله. على كل أحوال، فهنا صاحبنا الأسود شاف كل اللاينات هاي وراح قال له كوين على الدي 7 مانعين أو حامين مربع الإي 8. شو راح صاحبنا هنا لعب؟ شو بتتوقع صاحبنا هنا راح لعب؟ هنا صاحبنا راح لعب نقلة رهيبة جدا جدا، قلبت موازين القوى كاملة على الرقعة. أصلا هذا الجيم سموه باسم هاي النقلة كوين على الديفاير. هذه أجمل نقلة تعبت فعليا في كتابه، وأنا نسيت شو اسمه، سمى هذا الجيم كوين على الديفاير. اسم الجيم كان كوين تو ديفاير. شوف ما أجمل هاي النقلة. كينج على الاف 8 طبعا، اذا انت بتوكل خلاص هيك برضو فضينا هذا المربع كل الفيلم عشان انا بس اشيل الحماية عن مربع الاي 8. اذا انت بتوكل نفس الموضوع، روك على الاي 8 تشيك بدك تحمي، وهنا روك تشيك مالكاش، وهنا تشيك وهنا بدي يرجع، وهاي احلى تشيك ميت. فالنقلة رهيبة. طيب هنا صاحبنا شو راح سوى؟ راح بالملك على الاف 8، ولكن هذا الكلام لن ينقذه طويلا. روك تيكس على الجي 7، كوين تيكس كوين، ظنا منه ان الامور انتهت. الابيض لعب نقلة وبعديها الاسود سلم. روك على الجي 8 تشيك. طبعا جيم ولا أروع. بدك أكملك الجيم؟ حاضر. كينج تيكس روك على سبيل المثال، روك على الـ E8 تشيك، روك على الـ F8 حمينا للتشيك، روك على الـ F8 تشيك ميت. شو بدك من أحلى الجيم يا زلمة؟ جيم رائع والله، جيمات رائعة. هاي سلسلة الجيمات الذهبية، يعني أنا في بعض الجيمات شفتها قبل هيك، بس في بعض الجيمات أول مرة بشوفها، فلما بشوفها أول مرة بحكي يعني هذا اللاعب كيف كان يفكر. عن جد لاعب رائع، مولود في أيام كان فيها قحط في الاتحاد السوفيتي، وطلع بمخ زي هذا المخ. فأتخيل أنت يعني روعة هذول اللاعبين تاعين زمان. الله يعطيكم العافية وسلامات.